إلى القاهرة من جديد، وما زالت المحافظة مستمرة في إزالة عقارات منطقة جبخانة محمد علي. النهاردة بيعلن المحافظ إزالة 124 عقار ونقل 1024 أسرة من منطقة جبخانة محمد علي لمساكن المحروسة، ده حسب بيان رسمي صباح اليوم خارج عن ديوان محافظة القاهرة. ده منظر بعض الصور أو بعض الصور اللي جاية من منطقة جبخانة محمد علي. طبيعة الحال تم إخلاء حتى اللحظة 140 عقار وإزالة 124 عقار من إجمالي 187 عقار مقرر إزالتهم ونقل السكان المقدر، أو تم نقل حتى الآن 865 أسرة إلى منطقة المحروسة، وده من إجمالي 1024 أسرة. بعض هذه الأسر، ويمكن شفت لهم فيديوهات، بيعترضوا على عملية نقلهم. أنت بتطور الجبخانة وهي من المناطق العريقة في قلب القاهرة، من حقنا نرجع تاني، ادينا كده الاوبشن او الاختيار اللي انت اديته للسكان الحي السادس والسابع. طيب يعني حاسبني على المتر فلوس، لكن محافظة القاهرة في هذه الحالة قالت الحل الوحيد فقط انك هتسيب بيتك وهتتنقل لمنطقة مساكن المحروسة. البيت بيت بغض النظر عن مساحته، بغض النظر عن عدد افراده، وده اللي بيحصل النهاردة في منطقة جبخانة محمد علي. اما في الشرابية ايضا يعني على بعد مش بعيد قوي من جبخانة محمد علي، امبارح سقط عقار وادى الى مصرع ثلاثة، سقف الغرفة وقعت فوق رؤوسهم. قصة كاملة لمصرع ثلاث اشخاص في انهيار عقار في منطقة الشرابية، تحديدا في منطقة العزب بالشرابية. وبعد مقام مالك العقار برفع هذا العقار او بانشاء دور اضافي فوق السطح، العقار متهالك، ويمكن ازمه العقارات القايله للسقوط دي بسبب غياب المحليات. عندنا ما يقرب من 90,000 عقار النهارده معرضين للسقوط، 90,000 بيت معرضين انهم يقعوا فوق السكان، مش بس في القاهره والجيزه واسكندريه، ده في عموم المحافظات حسب بيان رسمي صدر قبل كده عن الاحصاء. 90,000 بيت قايلين للسقوط، معظمهم طالع له قرار ازاله بسبب عدم وجود محليات، عدم وجود مراقبه. البيوت دي عايشه وفيها سكان، بل ان اصحابها كمان بيبنوا فوقها. امبارح واحد من هذه العقارات في منطقه العزب بالشرابيه محافظه القاهره وقع، ادى الى وفاه سيده وبنتها وحفيدتها، يعني ثلاثه من اسره واحده بعد انهيار هذا العقار. بطبيعة الحال بنقدم عزائنا لهذه الأسرة، نتمنى لهم يعني الرحمة، وأيضا نتمنى يعني تدخل المحافظات. طالما ما فيش وحدات محلية يقدر المحافظ يشكل لجنة في كل محافظة، لأن بالنهاية بعد ما بيقع العقار بيطلع الكلام بتاع كل مرة العقار ده طلع له قرار إزالة، والعقار ده غير صالح للسكن، واحنا كنا قايلين قبلها بسنة، كنا قايلين قبلها بشهرين ثلاثة، واصحاب العقار هم اللي يستاهلوا، هم اللي يعني لم يستجيبوا، هم كمان اللي لازم يدفعوا الثمن. خلينا نروح كمان واحنا بنتكلم عن القاهرة او نروح للجيزة وحديقة حيوان الجيزة. اخبار بدأت تنتشر خلال الساعات اللي فاتت على بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، مفادها اغلاق حديقة الحيوان في الجيزة بداية من منتصف الشهر الجاري. وبدأت الناس كمان يعني يزيد عملية الاقبال، اللي كان حابب يروح يزور الحديقة حديقة الحيوان، فلما سمع انهم هيقفلوها من نص الشهر الجاري بدأ يعجل بالموضوع ده. النهاردة وزارة أو الدكتورة مها صابر مدير حديقة الحيوان في الجيزة طلع بيان رسمي بتقول إن الموضوع غير حقيقي، البلد حتى الآن ما فيهاش جدري قرود، فضلا عن إن مصر لم تستورد قرود منذ العام 2009. إحنا ما عندناش مشكلة، حديقة الحيوان في الجيزة شغالة، حديقة الحيوان
في اسكندرية شغالة، على الرغم ان مفهومش حيوانات، يعني الناس اللي بتروح تشوف الحديقة بيقولوا ان اكتر من 50% من الحيوانات اما ماتت او مصابة بامراض، والحديقة بقت صحراء ما فيهاش يعني اي حاجة. نتكلم عن الحيوانات، في مشكلة بتقابل اهالي محافظة الغربية خلال الفترة اللي فاتت. جالنا كتير من الشكاوى والرسائل والاستغاثات من المواطنين بعد انتشار بعض الحيوانات الخطيرة، منها كلاب وحيوانات ضالة وأيضا تعالب في بعض قرى ونجوع محافظة الغربية. النهاردة إدارة الطب البيطري بالغربية بتقرر شن حملات مكثفة لمواجهة الحيوانات الضالة والعاقرة بمحافظة الغربية، ده حسب بيان رسمي للدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، واللي اجتمع مساء أول أمس مع مديري إدارات الطب البيطري على مستوى المراكز والقرى، وبدأوا في تنفيذ حملة موسعة لحماية المواطن وقتل ومكافحة الكلاب الضالة والعاقرة حفاظا على صحة المواطن بعد ورود عشرات الشكاوى من انتشار هذه الحيوانات. بطبيعة الحال بنشكر إدارة الطب البيطري في محافظة الغربية، وبنشكر أيضا إدارة الطب البيطري على جهودها خلال 3 شهور اللي فاتوا في عموم الجمهورية. أرضى لو حضرتك كده بتتابع أخبار المحليات، بتتابع أخبار المحافظات، الخبر اللي بقى متكرر وشبه يومي حملات بتشنها إدارة الطب البيطري التابع لوزارة الزراعة في جميع المحافظات للتحصين ضد مرض الحمى القلعية والجلد العقدي. يعني مئات الآلاف من الروس بيتم تحصينها يوميا على الرغم من قلة عدد الأطباء، قلة عدد العاملين، ضعف الإمكانيات، عدم وجود العقار المناسب، إلا إن الناس في إدارة الطب البيطري شغالين بإيديهم وسنانهم للحفاظ على حياة المواطن والثروة الحيوانية في البلد. هناخد فاصل ونرجع نعمل جولة سريعة مع حضراتكم في آخر أسعار السلع في عموم البلاد.